يقول السائل: إذا كنت أسمع الدعاء في الإذاعة وأؤمن معه، فهل أنا شريك معه في الدعاء مع العلم بأن الداعي في بلد وأنا أسمع في بلد آخر؟ لا بأس، شيء طيب. إذا سمعت الدعاء في الإذاعة أو في غيرها وأمنت عليه، فإنك تكون مستفيدا من هذا الدعاء ومأجورا عليه. نعم.